ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا 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 جدا. يا رب كلكم تكونوا كويسين وتكونوا في احسن حال. عيد سعيد عليكم. وخلاص يا جماعة، احنا بقينا في نهاية رمضان والعيد خلاص الاسبوع الجاي، فكل سنة وانتم طيبين وكده. اول حاجة بقى يا جماعة هبدأها النهاردة ان انا نظفت اوضتي. تاني حاجة هنضفها هي اوضة الاطفال. طبعا انا بكنس الحاجات دي لان اللي فوقي تقريبا غاسله سجاده عامله حاجه يعني موقع ميه، فالتانتا جابت كل التراب اللي عليها من بره وكان على السيراميك بتاع الشباك من بره وكده، فانا نظفته وكده وكنت لميت بقى الغسيل وهنشر. وعارفين انتوا اللي هو ايه، والله يا جماعة اصلا ما كنت صاحية مقررة ان انا فعلا مش هعمل حاجة النهاردة خالص، بس قلت لما انا مش ورايا حاجة انا هعمل اوضة الاطفال انضفها وكده. وخلاص بقى يا جماعة بجد الجو حر قوي، وانا كنت فرشة بطاطين قطيفة وكده، فعارفين انتوا الحاجات دي كلها بجد حر قوي قوي. مش عارفة ليه بجد انا حاسة بالحر قوي، يمكن عشان انا حامل، بس كذا حد قاعد يقولي ان الحامل بتحس بالحر جدا عن الناس العادية. فانا ماشيه يا جماعه، انا بدات خلاص فتحت المروحه وخلاص انا مش مستحمله اي حر خالص بجد. مش إيه هنا البطانيه اللي انا نشرتها مش عارفه عملت على الدرس ايه كده، فكنت عماله انضفه معاكم كده. فانا بقى كنت بنشر الهدوم، هي كانت البطاطين القطيفه والتكاوي القطيفه، انا كل حاجه قطيفه بقى دلوقتي بشيلها وبغسلها خلاص. اي خلاص الشتاء كده خلص معانا. على فكره انا بحب الشتاء جدا بجد، اللي هو انا زعلانه قوي ان الشتاء بيخلص بجد، اللي هو رجعنا للحر والفرهده بجد. مجرد الحر ده بتضايق منه قوي قوي، اللي هو بفضل طول فتره الحر دي متضايقه جدا ومبقاش طايقه نفسي خالص. يا جماعه اكتبوا لي مين زي مين بجد بيكره الصيف. انا بجد بكره الصيف قوي. انا بحب الصيف لسبب واحد بس، البحر والبلبطه. بس طبعا البحر والبلبطه ده بيبقى في السنه اسبوع تقريبا اللي بنروح نصيف فيه إيه كده، بس بحب فيه برضو الخروجات، بس انا ما بخرجش بقى خلاص كتير. فاللي هو خلاص لا، انا مش حابه الصيف. انا يا جماعه مش عايزه الصيف بجد يجي حقيقي والله العظيم. فعارفين انتوا يا جماعه بقى اللي انا بنضف الاوضه يعني ايه، بمسحها وكنستها وكده. والله يا جماعه طلعت كميه تراب، انا مش عارفه كميه التراب دي كلها جت منين وفين. ده يا جماعه المعطر اللي انا كنت قلت لكم ان ماما جايبهولي وهو حلو قوي، حبيت ان انا اوريه لكم. هنا جبت ميه كده وحطيت فيها معطر برضو، وهعمل الحاجات دي كلها لان انا مش عارفه الحته دي كلها كانت كلها تراب على طين على حاجات كده غريبه، كانت مغيره اللون مش عارفه كان في ايه. فانا عملتهم هنا بالفرشه حاجه سريعه كده. على فكره يا جماعه انا فضلت اعمل في البتاع ده كتير جدا، واكتشفت اصلا ان التصوير كان واقف بعدها. يعني انا جبت الميه وبصوا غرقت الحته دي كلها ميه وقعدت الم فيها كتير قوي بجد. انا كل ده وانا مفكره ان الحاجات دي كلها بتتصور، انا لقيت التصوير واقف فجأة. ما عادي بقى مش مشكله. هنا يا جماعه هشيل الكومودينو خالص بقى وامسح وراه. وانا مش عارفه انا ليه بجد ما مسحت قبل ما اغير الملايات، انا مش عارفه بجد والله العظيم. فانا هنا زقيت الكومودينو كده لقيته خفيف بيتزق، فالحمد لله لقيت حاجه خفيفه ان انا ازقها. يعني انا بجد يا جماعه متضايقه قوي من حوار ان انا مش عارفه اشيل سجاده، مش عارفه ازق كنب. الموضوع ده مضايقني جدا، واللي هو ساعات بعمل كده في الكومودينو يعني في الكومودينو كده، بس عبد الله بيقعد يزعق لي اللي هو بجادله منه بقى تبشيل اللي انت ما اعرفش ايه، اصل مش فاضي، اصل ورايا الشغل ما اعرفش ايه. بس انا عايزه استغله في ان يشيل لي سجاده الصاله علشان امسح تحته وكده ويفرشه لي تاني. فيا رب يا جماعه يوافق والله العظيم. الحمل ده مخلينا بصوا نلجأ ليهم، يعني نلجأ لجوازاتنا وكده، ودي حاجة بايخة قوي بجد. لا والله العظيم انا لو مش حامل انا هشيل الحاجات دي كلها كل يوم اصلا، بس انا بجد بخاف يعني، هو اصلا بيخوفني. انا بقى مسحت الحتة دي وهسيبها بقى تنشف. انا مش عارفة اللي بجد مسحت، بس انا لما لقيت التراب انا حبيت ان انا اشيل التراب اللي كان عند الشباك، فعارفين انتوا المية بقى جابت كده، فقلت انشف الحتة دي كلها مع بعض واخد بقى الشرشوبة وهخرجها برا. هنا بقى كنت خلاص استنيت شوية، خرجت قعدت شوية عما البلاط ينشف وكده، ولميت الباسكت ده بكل الحاجة اللي فيها، خدها بقى معايا المطبخ. وهاجي هنا بقى ايه، هبدأ ان انا المع بقى واشيل الحاجات القطيفة دي كلها بجد. خلاص الجو حر قوي بجد، لو انا مش عارفة إيه ليه الدنيا حر فجأة كده. وانا مش عارفة هو اصلا، انا مش عارفة حتى احنا في العيد مفروض نلبس صيفي ولا شتوي. بجد الناس عمالة تقول نلبس خريفي، بس انا شايفة ان حتى الخريفي تقيل والله. انا حرانة يعني، في حر فظيع قوي.
امبارح بقى يا جماعه نزلت معاكم فيديو بس مسحته على طول. انا مش عارفه ليه جايلي علامه كده ان انا عامله حاجه غلط في الفيديو فان انا امسحه وكده، فخفت جدا. فسالت بقى واحده صاحبتي وكده وادمن وكده، فقال لي لا امسحي بقى الفيديو، مع انه والله تقريبا يعني انا عامله حاجه غلط في المونتاج وكده، فكان المفروض ان انا امسح ومنتج تاني وانزله. خلاص بقى كنت لقيت ان الوقت اتاخر واتشائمت من الفيديو خالص فمسحته خالص. بصوا مسحت الفيديو من على الموبايل خالص وصورت فيديو تاني اللي هو معاكو ده عاملاه النهارده، اللي هو عاملاه كمان اصلا بعد الفطار. يعني انا يا دوبك صورته ومنتجته ونزلته على طول. حبيت ان انا اشارك معاكم اللي انا عملته يعني وكده، فاكتبولي في الكومنتات ايه رايكم. انا هنا ده طقم زينه فانا طلعته افرشه بما ان بقى في عيد وكده، فاهمين انتوا. وان شاء الله برضو ليله العيد نفرش طقم الزينه على السرير الكبير كده يعني. والله يا جماعه انا بشوف ناس كتير قوي بتقعد تكتب انتوا ليه بتنضفوا تنظيفات العيد، يعني ايه اقعد طول السنه مش بنضف شقتي واستنى ليلة العيد عشان انضفها، او استنى رمضان عشان انضفه. بشوف ناس كتير قوي يعني لما حد مثلا بيشارك ان هو نضف الشقة وكده للعيد رمضان، بشوف ناس كتير قوي بتنتقد الموضوع ده. بس انا عايزة اقول لكم حاجة، هو احنا يا جماعة لما بننزل كده مش معنى كده ان احنا قاعدين طول السنة معافين مش بننضف الشقة، مفيش كلام من ده. هي دي فرحة، هي بتبقى فرحة زي مثلا فرحة اللبس الجديد، فرحة الشاور اللي بناخده، الخروجة. مش معنى كده ان احنا ما بنشتريش هدوم طول السنة او بنستنى العيد بس عشان نشتري منه، او مش معنى كده ان احنا برضو مش بنخرج طول السنة ومستنيين العيد بس نخرج. هي بتبقى فرحة كده وعارفين انتوا عادة من العادات، مع ان انا على فكرة من الناس اللي ما بحبش اجيب لبس عيد. يعني انا كنت بجيب الاول وانا صغيره، وبعد كده ما عنديش ان انا اجيب، انا اجيب بيجامه العيد، اجيب بيجامه جديده اقعد فيها في البيت وكده، انما كلبس وكده انا بقالي فتره كبيره قوي مش ما بجيبش كلبس عيد، ما عنديش الحاجه دي مش عارفه ليه. مع ان انا وانا صغيره كنت متعوده ان انا اجيب لبس العيد وبيجامه العيد والحاجات دي كلها، بس لما كبرت بقى حسيت ان هي ايه التفاهه دي، انا كنت عيله قوي بجد. عارفه ان انت الشنطه الصغننه والنضاره الشمس وننزل بقى نمشي على العيله كلها بقى نعيد عليها ويدونا فلوس جديده. والله يا جماعه فرحه حلوه قوي، وانا ناويه ان شاء الله ان البيبي بتاعي ان انا اعود البيبي بتاعي على كده إيه، ودايما اقول لاختي عودي كارما على كده. وبس انا لما بنكبر بقى وبنبقى ناضجين كده خلاص، لو الموضوع ده بقى تافه قوي يعني انا اصلا ممكن يجي العيد وما اخرجش. انا ما احبش الزحمه، ما احبش ابدا اخرج في اي وقت في زحمه، زي مثلا ما احبش المصيف في الصيف. يعني انا عندنا اللي هي راس البر دي انا ما احبهاش في الصيف خالص، انا احبها في الشتاء جدا وهي هاديه وما فيهاش حد. إيه وباجي اشوف بقى الناس كلها ايه كميه الناس، طبعا هي بتبقى في ناس اللي هي الاطفال الصغيره انا ببقى حابه جدا ان هم يعيشوا الفرحه، او مثلا اعيش الفرحه. انا بالنسبه لي الفرحه دلوقتي اللي هي ان الشقه تكون نظيفه، الشقه تكون نظيفه مثلا ولابسين بيجامه جديده وكده، فهي دي بصوا حاجه تحفه قوي. وهنا كنت خلاص خلصت الاوضه حاجه كده سريعه، عشان بقى ان شاء الله الفتره الجايه هبدا ان انا افضي دولاب الاطفال، عشان عندي حاجات كتير قوي عايزه احطها في دولاب الاطفال، لان لبس البيبي كله حطاه في اكياس لسه ولسه ما شلتوش، عايزه لما اجي افتحه معاكم. وده كان الشكل النهائي بقى للاوضه، اكتبولي ايه رايكم، ولو هتقوموا تعملوا اي حاجه حتى لو بسيطه قوموا اعملوها وتشجعوا وما تبقوش قاعدين كسلانين. انا كنت قاعده كسلانه بس قمت اتشجعت. وبس كده ده الفيديو بتاع النهارده، ما تنسوش تحطوا لايك وتشتركوا في القناه، وبحبكم قوي، باي.